نصيحة للأم أنها تحاول إرضاع طفلها الست شهور الأولانية على الأقل رضاعة طبيعية فقط، ده في حماية لها ولطفلها من الأمراض الحالية والمستقبلية. عزيزتي الأم، إن أعظم هدية ممكن أن تقدميها لطفلك هي حليبك، فلا تبخلي عليه به. Dear mothers, the breast milk is the best gift that you can give to your newborn baby. It has health benefits for you and for your baby, not only in the first few years of life, but also in future. الحمد لله على السلامة يا ندى، كيفك؟ الله يسلمك يا رب، الله يسلمك يا رب. ندى اليوم أنا راح أحكي لك عن الرضاعة الطبيعية، فوائدها وكيف التعامل مع إذا كانت الأم عاملة كمان، كيف تعمل على أساس إنه تشفط حليبها وتخزنه بهذه الطرق. الأهم إشي إنه في البداية البيبي أول 6 أشهر لازم يأخذ بس حليب الأم من غير أي إضافات. شو يعني إضافات؟ يعني الطفل ممنوع يأخذ لا مي ولا شاي الأعشاب ولا يستعمل المصاصة أو الأكل ولا أي شيء تاني غير بس حليب الأم. حتى لو حليب من برا يعني؟ ممنوع، حليب صناعي كل هاي الأشياء ممنوعة، بس حليب الأم أول 6 أشهر كاملين، لأنه ببساطة لسه الطفل عنده الأعضاء الداخلية مثل كلى الكبد ما بتكون لسه ناميكة تماماً. من رضاعة الأم البيبي ما شاء الله بيكبر بصحة، من بعد 6 أشهر بيكون مهيئ لاستقبال هاي الأشياء اللي برا. فإذا العمر 6 أشهر بس حليب الأم من غير أي إضافات. من بعد 6 أشهر نبدأ بالأكل المهروس ونكمل رضاعة إن شاء الله العمر السنتين كاملين. من 6 أشهر مو من 4 أشهر؟ 4 أشهر هاي كانت أي زمان كانوا يحكوا 4 شهور، بس هلا منظمة الصحة العالمية عم تنادي إن الموضوع يكون بعد 6 أشهر لتفادي الأمراض المزمنة فيما بعد، مثل السكر الضغط هاي الأشياء كلها فعلا بيتم تأجيلها إذا البيبي أخذ رضاعة كاملة حصرية 6 أشهر كاملين. فتكون نسبة إصابة الأطفال بالأزمة بالسكري بالضغط بهاي الأشياء كلها بتكون كثير أقل من الأم اللي بترضع طبيعي غير عن الأم اللي بترضع صناعي. طيب في حال كنت أنا موظفة؟ هلا الأم الموظفة بإمكانها تشفط حليبها وتخزن هذا الحليب، حليب الأم سبحان الله بضل بالفريزر بإمكانها تحتفظ فيه 6 أشهر كاملين، أما بالنسبة لوضعه في الثلاجة بيتم عادي من 5 إلى 8 أيام، وبحرارة الغرفة بإمكانها تخليه من 6 إلى 8 ساعات. فالأم اللي بتعمل بتروح على الدوام فبياخذ الحليب المشهور بحطه بمي داخل وبرضعه البيبي حليبه هي من غير أي كمان إضافات. يعني ذكرتي إنه ممكن يكون ينحفظ بالثلاجة أو بالفريزر ويطلع، إذا كان فترة 8 ساعات بعد 8 ساعات بيفسد. المفروض إنه ما ينحف، فإذا الأم عارفة حالها إنه هي رح تستعمله بعد هيك أفضل إنها على طول تخزنه بالثلاجة، أو إذا ما عارفة إمتى رح تستعمله بالفريزر، فهي عندها خيارات كثيرة بالنسبة لتخزين حليب الأم واللي بيناسبها هي تلجأ له. الدوام كمان المفروض الأم تاخذ بين كل 3 ساعات تروح تشفط حليبها، فالدوام كمان المفروض يكون مهيأ إنه يكون في غرفة يكون في مكان لشفط الحليب، فهذا الشيء كثير بيساعد على إنه الأم كمان تستمر إنها ترضع حليبها طبيعياً. بالنسبة لفوائد الرضاعة على الأم، طبعاً الأم لما ترضع البيبي هذا بيساعد إنه الرحم يرجع لمكانه الطبيعي، فبتصير في هذه التقلصات في البداية، طبعاً ممكن الأم تحس بالألم، هاي بيكون دلالة على إنه الرحم عم يرجع لمكانه الطبيعي. كمان من ضمن الفوائد إنه البيبي بيسحب الدهون المتراكمة أثناء فترة الحمل، فيما بعد بيقلل من إصابة الأم بهشاشة العظام بالسرطانات لا سمح الله، فهذه كتير مهمة للأم وللطفل كمان. طبعا بالنسبة للطفل زي ما حكينا المناعة بتكون كتير عالية، كتير بتقل الأمراض المزمنة فيما بعد، الطفل بتغذى تغذية سليمة وهذه هي فعلا المناسبة للطفل، وسبحان الله يوم عن يوم الحليب بيتغير ليناسب هذا الطفل اللي جاي. فإن شاء الله يا رب هيك تنعم برضاعة طبيعية إن شاء الله يا رب، وتكون سنتين كاملين إن شاء الله يا رب. شكرا، يعطيك العافية، شكرا على المعلومة.